خناقة ومشاجرة كبيرة جدا ما بين نجم الجيل وأم أولاده بسمة بوسيل، وبعد الخناقة دي وهقول لكم على تفاصيلها وعلى كواليس اللي حصل، تم نقل بسمة للمستشفى، وكل اللي حصل ده بسبب مريم. هقول لكم إيه الحكاية وإيه الكواليس. ومعانا كمان النهاردة ترند الخلخال، أحمد سعد كمان بيلبس خلخال في رجله، وهجوم الجمهور عليه مش كفاية القميص الشبك، هنعرف إيه الحكاية وللبس الخلخال. أما بقى عن شهد سعيد واللي زائد زميلتها في بطولة الجمهورية في سباق الدراجات تم نقلها للمستشفى، وده أثناء حديث صحفي. إيه اللي حصل لها بالظبط هقول لكم. مش بس كده، انضمامها كمان للأولمبياد بعد اللي حصل مع جدنا خلى الجمهور يفتكر إن ليها واسطة. أمال إيه اللي حصل وإيه السر ورا ده هقول لكم، بس تابعوني بعد الفاصل. دلوقتي بقى نضغط لايك للفيديو، هنرجع مرة تانية علشان نواصل حلقتنا. أحضن قبولات تامر حسني للعروسة مريم التونسية أثار الجدل على السوشيال ميديا، وانتشار فيديو لتامر حسني قبل حفل زفاف مريم لما دخل عندها أوضة النوم وعمل لها مفاجأة كبيرة جدا وخرج من ورا التسريحة. الموضوع ده انتشر على السوشيال ميديا. مش بس كده، أحضن قبولات مريم ليه ودخول تامر ليها أوضة النوم. الحقيقة الموضوع ده أثار غضب بسمة بوسيل، وده لان مش من الطبيعي ابدا ان النجم يدخل على العروسه في اوضه النوم حتى لو هيحيي فرحها او حتى لو هي معجبه قديمه. بالتاكيد طبعا ان بسمه لازم هتغير، وخصوصا ان بسمه كانت هترجع لتامر قريب واعلنت عن ده في برنامج على المسرح، وقالت ان هم اكيد راجعين قريب. الكل كان فرحان ومستني دوا. اتناقشت بسمه مع تامر في الموضوع دوا، واحنا عارفين ان هما بيتقابلوا كتير علشان خاطر اولادهم، ولكن تامر حاول ينفي ان مفيش اي حاجه ما بينه وما بين مريم، لكن بسمه قالت له ما كانش ينفع ابدا ان انت تسافر وتدخل عليها اوضه النوم، كان لازم تعملها زيها زي اي معجبه عاديه. ولكن هو اكد لها ان هو بيحب يتعامل مع الناس ببساطه، وبالنسبه له الولد زي البنت، المعجب زي المعجبه. طبعا بسمه ما اقتنعتش بالكلام ده، وحصل شد وجذب وعطى لغاية ما بسمة فضلت تبكي. الأمر ده تعبها نفسيا وصحيا جدا، الأمر ده خلاها تروح المستشفى، وده لأن حصل لها ضيق في التنفس وفضلت ليلة في المستشفى. الأمر ده خلى بسمة بوسيل تاخد قرار مهم جدا، وهي أنها تلغي متابعة تامر حسني، وبالمثل هو كمان، يعني الاتنين لغوا متابعتهم لبعض. الأمر ده خلى الجمهور تكهن وتوقع أن فيه علاقة قديمة ما بين تامر وما بين مريم. والحقيقة لو سألتوني عن رأيي الشخصي عايز أقول لكم أن تامر مبالغ فعلا في رد فعله، يعني ما ينفعش أن يعامل معجبة حتى لو كان يعرفها قبل كده بالشكل ده، وأن بسمة عندها حق أنها تغير عليه. تعالوا نشوف بقى الفيديو اللي قلب الدنيا واللي خلى بسمة بوسيل أنها تغير. الحقيقة المبالغة في التعبير عن الإعجاب بالنجوم وكمان انسياق النجوم ورا الإعجاب ده ممكن ومن الجايز جدا إن هو يخرب بيتهم، علشان كده لازم الفعل ورد الفعل يكون في حدود المعقول. كلميني عن حلم الرجوع وقولي لي إنه ممكن يتحقق. لا هو هيتحقق بجد؟ والله يا رب أمين. وطبعا بعد كل اللي حصل ده خلى حلم الرجوع بقى مستحيل. اكتبوا لي بقى رايكم في الفقره دي وقولوا لي هل بسمة بوسيل عندها حق انها تغير على تامر حسني بالشكل ده ولا لا. يلا بسرعه دلوقتي انزلوا واكتبوا لي كومنت. اما فقرتنا بعد كده هنتكلم فيها على ترند الخلخال اللي قلب السوشيال ميديا. مسالك عن اللوكات الخطيره اللي انت يعني طالع بيها دلوقتي، وعن مسرح وعن السوشيال ميديا، وفي حركات كده كتير وترندات وخلاخيل، فايه الحكايه؟ خلاخيل. انا مخلخل من جوايا
والله ولا خلاخيل ولا حاجة. هو الموضوع انا مش عارف يعني هم الناس فسروه يعني غلط. يعني هو الناس كلها بتلبس دي خيط، ده حتة خيط على احمد سعد غير. هو احمد سعد بس يعني مسجل في موضوع الترندات يعني عنده ثوابين كتير قوي، فالناس بتدور على اي حاجة. انا اصلا ما خدتش بالي ان الناس يصل، فبس هو ايه حتة خيط كده ارماس اصلا يعني هو معمول للرجالة مش معمول للستات. بيتلبس زي الناس في دهب بتلبس كده، وفي ناس بتلبس كده يعني مش خلخال لانه مش ما فيهوش شراشيب يعني. بس اوعدكم الشراشيب جايه الفتره الجايه يعني. بص انت مقطع بطاقة. بيوعدنا الفتره اللي جايه ان الخلخال ان شاء الله اللي لابسه هيكون بشراشيب، وبيقول لك ان عشان يكون خلخال لازم يكون فيه شراشيب. مش عارفه ازاي وايه المنطق ده، الحقيقه منطق غريب. احنا عارفين ان اي حد بيلبس حاجه في رجله بيبقى اسمه خلخال، وعارفين كمان ان الست هي اللي بتعمل كده. مش معقوله كل ما نشوف حاجه بره او في المجتمع الغربي نيجي نقلدها ونقول اصل بره على الموضه وعلى احدث مستوى ولازم نقلدهم. لازم ناخد من الموضه والتحضر ده اللي يناسب مجتمعنا الشرقي واللي يناسب عاداتنا وتقاليدنا. الراجل راجل والست ست، ما ينفعش كل واحد فيهم يقلد التاني. والحقيقه كده عايز اجيب لكم الاخر واقول لكم الراجل لبسه كله لازم يكون رجوله ويدل على الرجوله من الاول للاخر. هو ايه اللي بيحصل ده؟ شويه شويه ما بقيناش عارفين الراجل من الست. اكتبوا رايكم في التعليقات، ولو اني عارفه رايكم هيكون تعليقات سلبيه جدا خاصه باحمد سعد واللي عمله في الفتره الاخيره. وكفايه بقى الترندات اللي بالشكل ده. في الاخير دلوقتي في حلقتنا خاص بشهد، شهد سعيد واللي زائد زميلتها اثناء سباق الدرجات في السويس في بطولة الجمهورية. أكدت شهد أكتر من مرة أن هي ما كانتش قصدة خالص تزيح جنة، ولكن جنة لم تتقبل منها أي اعتذار، وقالت أن هي لما راحت تعمل محضر فيها حاولت تعتذر لها أكتر من مرة، ولكن جنة فضلت تشتمها بألفاظ خيادشة للحياة. وده كلام شهد، وزي ما عرضنا قبل كده كلام جنة دلوقتي بنعرض كمان كلام شهد. وقالت ان هي ما عملتش كده علشان تشارك في بطولة الاولمبيات ولا حاجة، وده لان هي كانت متأهلة بالفعل قبل كده وقبل السبق اللي حصل فيه المشكلة دي. وقالت كمان ان المدرب الخاص بيها حاول يعتذر كمان لأهل جنة، ولكن هم لم يتقبلوا بالمرة. والنهاردة بقى أثناء تصويرها في استاد القاهرة مع موقع القاهرة 24 حصل حالة إغماء لشهد، وده من كتر الضغط عليها في الأيام اللي فاتت، وده لأنها لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام، وحالتها النفسية طبعا فيها ضغط كبير جدا، ضغط نفسي جامد جدا عليها. وانتشرت أخبار قوية جدا، وانتوا عارفين بقى الإشاعات على السوشيال ميديا إن هي دخلت الأولمبياد دي بسبب الوسط. لكن مدربها الخاص وضح وقال إن هي من أسرة متوسطة ووالدها بيصلح تلاجات، وده في الفيوم، يعني من أسرة متواضعة متوسطة ولا عندها واسطة ولا غيره. وخلال الساعات اللي جاية هنعرف بقى من الاتحاد وقراره هيكون ايه، اذا كانت فعلا شهد هتشارك في الاولمبياد ولا لا. وطبعا انا عرضت لكم الموقف من ناحيتي، اكتبوا بقى رأيكم، هل تعتقدوا فعلا ان شهد زقت جنة متعمدة ولا لا؟ مستنية دايما اسمع اراكم من خلال التعليقات. تحياتي لكل الناس اللي معايا دلوقتي، وانتظروني ان شاء الله في حلقة اخرى من قناتنا، قناة ياسمين اليوتيوب واخبار النجوم.